صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ويوم جديد وكواليس جديده للاهلي هنا في تونس، وبالتحديد النهارده اول يوم لينا في مدينه سوسه، وهي المدينه اللي هيتلعب عليها مباراه الاهلي والنجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. بطوله مهمه، مباراه مهمه. خلينا اقول لكم ان الاجواء هنا يمكن اجواء جيده جدا لهذه المباراه، في حماس كبير جدا من جمهور فريق النجم الساحلي. خليني اقول لكم ان هنا يمكن متعصبين شويه لفريقهم، يعني اكتر من الترجي شويه. المدينه كلها هنا بيشجعوا النجم الساحلي، النادي الاساسي بالنسبه لهم، وكلهم عندهم امل كبير جدا ان هم يفوزوا على النادي الاهلي في اولى مباريات دور نصف النهائي ويكملوا مشوارهم في البطوله الافريقيه. لكن ان شاء الله النادي الاهلي هيكون قد المسؤوليه، ولاعيبه النادي الاهلي هيكونوا قد المسؤوليه ويقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. لكن خليني اقول لكم او ناخد طبعا انطباعات الشارع التونسي هنا بالتحديد في مدينه سوسه وتوقعاتهم للمباراه. توقعاتك لمباراه الاهلي والنجم الساحلي؟ ان شاء الله للنجم الساحلي، باش نفوزوا، وهذه مش اول مره، والنجم الساحلي في الملعب نتاعه ما يساومش لا شيء غير الانتصار. النجم الساحلي في ملعبه ما يساوم الجمله، وبحول الله ما رابحين معناها. ولطوال الجمعية الوحيدة تقريب في افريقيا اللي ما خسرتش حتى بارتي، في معناها في البول هذايا نتاع الكوب الشامبيونز ليج ما خسرت حتى ماتش، وبحول الله مش نربحوا الاهلي. بالك الترجي ما كانش خسر ولا ماتش برضه الاهلي فيه؟ الترجي تحكي لي على الترجي، صحيح الترجي جمعية قوية وما كانش في نهارها، والارهاق عمل فيها الترجي، اما النجم جمعية اخرى وتسروا على الافريق الكل اللي يلعبوا لنا. النجم جمعية اخرى ما تلعبلكش كورة عادي ما تربحك، ما تلعب عادي ما يجي نهار ماهيش في نهارها ما تلعبش كورة اما تربحك. عندنا جوارد قادرين يصنعوا الفارق في اي لحظه، بالبالاريتي باللارير جوش باللارير دروا، عندنا برشا جوارد يصنعوا الفارق في اي لحظه، وبحول الله الاهلي مش نجمنا في السوسه، ما نجمتنا حتى جمعيه. الزمالك اعطيناه خمسه، مازامبي ربع عملنا معاه معناها في طنبق المازامبي عملنا 0-0، برشا جمعيات ما نجمتناش في السوسه، وقت اللي عاطين هما الفيفير للجمعيات الاخرى اللي هي اقوى من النجم الساحلي تكنيك في جوارات، اما تكتيكيا لطوال اقوى جمعيه. خليني اقول لك برضه النادي الاهلي نادي كبير ومباراه صعبه اكيد، يعني مش بسهوله هتقدروا تفوزوا على النادي الاهلي برضه. حتى الزمالك كانت جمعيه صعبه العام اللي فات وربحنا، وما كان حتى واحد يتوقع 5-1 وربحناها. صحيح الزمالك تقعد الاهلي تقعد جمعيه كبيره من اكبر الجمعيات في افريقيا، هذا لا شك فيه باش نبداو واضحين، اما الكره احكام، النجم زاد جمعيه كبيره. انتوا النادي الاهلي بتبصوا له ازاي؟ النادي الاهلي بالنسبه لكم بتعتبروه ايه؟ يعني احكي لي كده شو. النادي الاهلي زعيم الكره الافريقيه، هذا لا شك فيه. والنجم الساحلي عنده ما يقول زاد. النجم الساحلي عنده ما يقول في الافريق وبشهادة الجميع وبشهادة المحللين، عنده نقاط قوه، صحيح عندنا شويه نقاط ضعف. بنصلحوهم وعندنا جوارات وعندنا الافكتيف باش نفوزوا بحول الله، وحتى في مصر بحول الله مانيش باش نخسروا. والاهلي معروف عليها انها في بلادها ما تلعبش والبرة تلعب، كما عملت مع الترجي غادي 2-2 لهنا ربحت في الملعب الاسكندريه غادي. يعني اخيرا قول لي توقعاتك للماتش، كم النتيجه يعني؟ اقل حاجه بالنسبه للحسم ما نشوف 2 بلاش الاطوال. صعب شويه. صعب. احنا بنقول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي. هذه تكهنات. ان شاء الله 2 بلاش، ان شاء الله نجم الساحل. لسه مستمرين معاكم من هنا طبعا في ده المكان ده اسمه السوق العتيق هنا في سوسه، مكان يمكن من الاماكن القديمه شويه. خليني اقول لكم ان طبعا مدينه سوسه تعتبر مدينه سياحيه من الدرجه الاولى، هي مدينه ساحليه بتطل على البحر الابيض المتوسط، لكن فيها عدد كبير جدا من السياح اللي بيجوا لهذه المدينه. اجواء يمكن اجواء جيده واجواء كوره، لكن هم جمهور متعصب شويه ومتحمس شويه للمباراه دي، خصوصا انهم هيلعبوا فريق كبير جدا زي فريق النادي الاهلي. اكيد عندهم انطباعات كبيره عن النادي الاهلي، خصوصا ان النادي الاهلي قدر انه يفوز على فريق الترجي في المباراه اللي فاتت في ملعب رادس، فبالتالي هم عندهم حافز ان هم يقدروا يتخطوا هذه العقبه. لكن ان شاء الله ده الكلام ده مش هيحصل، هنفضل مواصلين معاكم طبعا من هنا من داخل سوسه في تونس. لسه متواصلين معاكم طبعا انطباعات الشارع التونسي هنا قبل مباراه الاهلي والنجم الساحلي. عايز اخد رايك، شايف المباراه النهارده ان شاء الله بعد بكره ازاي؟
ان شاء الله المباراه بتكون قويه كثير، وان شاء الله يفوز الاهلي المصري. انا من الجزائر. اهلاوي؟ نعم بالاهلاوي، انا جزائري، بس اقول ان شاء الله يفوز الاهلي المصري. وتحيه للشعب المصري، انا بحبكم كثير جزائري. مين من لعيبه الاهلي؟ كهربا. انا اعرف المنتخب المصري. نعم كهربا مش من الاهلي. قول لي طب المنتخب المصري تعرف؟ محمد صلاح، انا بحب كثير محمد صلاح، ان شاء الله انه يسمع فيا. تحيه لمحمد صلاح. كهربا بقى مش عارف حد من لعيبه الاهلي؟ كنت نعرف بس ابو تريكه. نعم ابو تريكه لعب كثير كثير، وهو لسه مكملين. وتوقعات ايضا جماهير فريق النجم الساحلي، بتشجع النجم؟ اكيد. شايف المباراة ازاي ان شاء الله بين الاهلي والنجم؟ مش تكون صعبة برشا، دونك لا لي في سوسة، يعني مقابلة الذهاب في سوسة مش روتور. صعبة برشا مع بحكم اللي الاهلي فريق كبير مستنسين ببعضهم، خرج ترجي الجمعة اللي فاتت، دونك مش تكون مباراة صعبة برشا، لكن احنا عندنا اسبقية معنوية. الاهلي عنده برضه معنويات مرتفعة بعد فوز على الترجي. اي لكن الترجي مش النجم. النجم اقوى. النجم افريقيا اقوى. الاهلي اقوى. لا متعادلين. زوز انتصارات لكل واحد. بس اي شكرا.